ما كانش تريسيتي وما كانش الاخر، صعيبه شويه الخدمه على بالك، كي تولي تحلب باليد وتخدم وصعيبه شويه الخدمه. بصح دوك الحمد لله كي جابوا لنا تريسيتي، الحمد لله الحمد لله. كنا نعانوا من الاخر من المازوت والميزير، درك يعني تهنينا من الحوايج هذه. الحاجه نتاع تريسيتي ما شاء الله، نشكر الدوله. واليوم الحمد لله هم جابوا لنا الكهرباء، وان شاء الله نسيو نطوروا شويه من روحنا اكثر. عملية نوعية ستسمح بتسهيل العمل والنشاط لفائدة أصحاب المستثمرات الفلاحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات الفلاحية. قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية البويرة بربط 813 مستثمرة فلاحية، وذلك من خلال إنجاز شبكة كهربائية بطول 103 كيلومتر، والتكلفة الإجمالية المقدرة لهذا المشروع التكلفة الإجمالية تقدر ب 403 مليون دينار جزائري. ساهمت فيها مديرية التوزيع ب 112 مليون دينار جزائري. مثل هذه المشاريع ستساهم بشكل فعال في التنمية المحلية من خلال مرافقتها للقطاع الفلاحي الذي يعد مصدرا للثروة خاصة، وأن ولاية بويرة تعتبر ولاية ذات طابع فلاحي بامتيازه.